مرحبا بكم، نقدم لكم طبق الأرز بالدجاج. الوصفة سهلة وبنينة بالبزاف، نتمنى تجربوها. هنا تقدروا تستعملوا الدجاج أو ديك الرومي، يعني لحم الدجاج أو لحم ديك الرومي. تبعوا معي الطريقة. لهذا الطبق نحتاج للرز، كيلة تاع الرز نحطوا 3 كيلات تاع الماء. نحتاج أيضا لحم الطير، دجاج أو ديك الرومي 200 غرام، 2 حبات طماطيش يكونوا كبار، بصل من بعد نرحيه، زرودية نقطعها مربعات صغيرة اون بيتي دي، 100 غرام تاع الجلبانة، البازيلاء، العكري، فلفل كحل، مغرفة طماطم مصبرة، الزنجبيل، الزيت، الزبدة في الآخر باش ندهن، القليل جدا من القرفة، الزعترة، ورقة رند، ما كتروش الرند، ورقة صغيرة بركات. نحط الملح، نكمل التوابل اللي قلت لكم عليهم. ما كتروش الزنجبيل غير هكذا. العكري، القرفة غير شوية هكذا على رأس المغرفة، فلفل كحل، طماطم مصفرة اللي قلت لكم عليها. حوالي 3 مغارف كبار تاع الزيت، نحطها على النار، نقلي مليح الدجاج، نحط الزبدة، زيت الجلبانة، والمرق. نحط الطماطيش اللي رحيتها، 2 حبات كبار كما قلت لكم. نحط الزعتر والرند ونخليها طيب. كي نشوفوا الجلبانة والزرودية طابو، نحط الرز، الدجاج والخضرة طابو، نشلل الرز، نزيد نحطو معاهم كما قلت لكم كيلة رز، 3 كيلات تاع الماء. شللت الرز وقطرتو، دوك نحطو في المرقة، نخلط. كي نشوفو الحبة تاع الرز دخلها طياب، والمرقة يعني شرب شوية، نشفت شوية، نطفي من النار، نغطي الطنجرة ونخليها 10 دقايق يكمل يشرب. بعد ما يريد نحط الزبدة، حوالي 15 غرام أو أقل، يعني غير على الذوق. ندهن الطبق، راه على صحن تقديم، جاي شهي. ليأتيكم الجديد، الضغط على أبوني. شهية طيبة.